وصلتوا لفيليمون ولا لسه؟ هفكركم تاني، بولس كان في الوقت ده فين؟ في السجن. يبقى دي واحدة من رسائل الأسر. احنا تقريبا سنة كام؟ تقريبا ستينات، 62 63، اوكي؟ فضله يعني بتاع 5 سنين ويروح السماء. ايه الحكاية؟ احكي لكم الحكاية الاول وبعدين نفهم، نشوف بقى الصياغة اللي كتبها. احنا سمعنا ان بولس ده راجل عالمي، بيطلع من بلد لبلد، بيسيب تلاميذ ويوزع شغل وبيوعظ وعظات، وبيدخل أريوس باغوس وبيتكلم مع فلاسفة، وربنا يعني مجهزه تجهيزة مش عادية. يهودي أصيل قوي ويوناني جدا وروماني الجنسية، ومديله كل الإمكانيات اللي يتاجر بيها عشان يربح كل الدنيا. الواحد لما يتخيل كده بقى، يعني الواحد يتصور ان بولس ده بتاع الألفات. يعني الرسالة دي هتكشف بولس كأب لشخص قد كده يحمل مشاعر حب، وقد كده طيب جدا وحنين قوي، والعلاقات الشخصية عميقة جدا مع كل الجماهيرية بتاعته، والعظمة والمعجزات اللي ملهاش عدد، والكنائس اللي فتحها، والتراكم عليا كل يوم اللي قالها دي في كورنثوس. طلع ان ده لا يخلو أبدا من عظمة العلاقة الشخصية، لأنه تشبه بالمسيح. المسيح كان كده برضه، لو المجد هو الأصل طبعا. المسيح لو المجد مخلص العالم كله، إنما السامرية تاخد منه رقات، والمرأة الخاطية وزك، والمولود أعمى والمخلع. يعني العلاقة الشخصية عميقة جدا، مركز قوي في محبة كل شخص على حدة. ازاي يعمل دي ويعمل دي مع بعض؟ ده عمل ربنا بقى. فالقصة ايه؟ فيليمون ده واحد من تلاميذ بولس، كان عايش في منطقة ناحية كلوسي كده، اسيا الصغرى، وكان راجل غني، امن بالمسيح وتعمد واصبح خادم في الكنيسة. وبعدين كان عنده عبد وثني اسمه انسيموس. انسيموس ده سرق من البيت وهرب، راح روما، اتمسك في روما فحطوه في السجن. لما حطوه في السجن بقى أبو زمل. ليه؟ بولس هنا وأنسيموس في الزنزانة اللي جنبه. طبعا مش معقول هيقعد فاضي، فيعمل ايه؟ يشتغل. فمسك أنسيموس ده يعني وضبه، ما خدش في ايده شهرين كان اتعمد وبقى تمام، وتعدل وتاب وبقى حلو قوي. أنسيموس عقوبته كانت قليلة، فكان هيخرج من السجن. بولس لسه قاعد، محدش عارف له هيطلع ولا لا، لانه مؤجل محاكمته قدام نيرون لسه. فأنسيموس وهو خارج، طبعا يعني هيخرج يعيش مسيح، قال له لا، انت هتاخد جواب لسيدك فيليمون عشان تعتذر له عن العمايل اللي انت عملتها. أنسيموس قال له ما اقدرش، انا رجعت لسيدي ممكن يقطع رقبتي ومحدش يحاسبه. كان قانون العبيد كده زمان، السيد يعمل اي حاجة في عبده. فده عبد سارق وهربان، قال له هتسمع الكلام عشان توبتك تكمل، انت تروح بالجواب ويلا اكتب ورايا عشان تعرف احنا هنقول ايه الان لسيدك فيليمون. ده اللي هنسمعه دلوقتي. فاهمين الفكرة مش ازاي؟ وهنكتشف فيه بقى عظمة الراجل بولس ده. يقول بولس ده، مين اللي بيكتب دلوقتي؟ أنسيموس. بس مين اللي بيملي؟ بولس. والرسالة رايحة لمين؟ انتوا تمام كده. بولس أسير يسوع المسيح. ليه أسير يسوع المسيح؟ بس هو مش بيقول أسير نيرون ولا أسير في روما، لا لا، كل الكلام ده كلام فاضي. أنا أسير المسيح، يعني اللي دخلني هنا المسيح، فأنا مش زعلان ولا قلقان. أنا أسير المسيح، بره أسير المسيح، جوه أسير المسيح، فالسجن مش هيخليني أطلع بره المسيح. بولس أسير يسوع المسيح، الزنزانة اللي جنبه وتيموساوس الأخ تلميذه طبعا دخل السجن معاه. ده بولس طلع قبل تيموساوس على فكرة، فالعبرانيين يقول كده، بيقول لهم بطمنكم تيموساوس خرج. ما هم بقى كلهم يعني معشرين بعض في السجن. إلى فيليمون المحبوب والعامل معنا، وإلى أبفية المحبوبة مراته،
وأرخبس غالبا ابنه المتجند معنا، وإلى الكنيسة التي في بيتك، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. دي لغة بولس، يعني ده نظام بولس في 13 رسالة، يقدم نفسه ويقدم المرسل إليه ويدي السلام المسيحي. ده كده يعني له نظام كده في كتابة الجوابات بتاعته. وتلاحظوا انه بولس لسانه حلو قوي، مشجع جدا، لازم يمدح الشخص اللي بيبعت له او الشعب اللي بيبعت له بمحبة حقيقية، يمدح أبيفية المختارة او المحبوبة وفيليمون العامل معنا وأرخبس المتجند معنا، مع ان في رسالة تانية هيقول قولوا الأرخبس يكمل خدمته كويس، يعني طلع انه ايه مقصر. انما المرة دي مش مفيش كلام في موضوع التقصير دلوقتي، في موضوع تاني. أشكر إلهي كل حين ذاكرا إياك في صلواتي، سامعا بمحبتك والإيمان الذي لك نحو الرب يسوع ولجميع القديسين، لكي تكون شركة إيمانك فعالة في معرفة كل الصلاح الذي فيكم لأجل المسيح يسوع. يعني إيه؟ برضو كعادة بولس في أول رسالة لازم يشكر ربنا أيا كانت الرسالة، يعني بعت لكورنثوس جوه في خبط ورزع في المشاكل، في أول الرسالة بيقول بشكر ربنا عليكم وعلى كل حاجة، إنما جوه تكتشف إن في خبطة فظيعة، كان هو طريقته كده يشكر ربنا في كل الأحوال. ويشكر ربنا مش على أحواله هو، هو آخر حاجة يفكر فيها نفسه، هو بيشكر ربنا على الكنيسة على أحوالهم. فبيقول أنا بشكر ربنا ودايما فاكرك في صلواتي. طبعا دي كلمة مشجعة قوي لما تيجي من بطرك المسكونة ساعتها بولس، يعني لابن واحد من مئات وآلاف ضمن البلاد اللي عدى عليها، يقول له فاكرك في صلواتي، كلمة مريحة. وبيقول له أنا سامع بمحبتك، محبة ليها حس، والإيمان اللي ليك محو الرب يسوع ولجميع القديسين. أنت بتحب ربنا وبتحب الناس، وأنت عندك إيمان بربنا وإيمان بالقديسين، لكي تكون شركة إيمانك. إحنا عندنا إيمان مشترك فعالة، هنا الإيمان أكتف، إيمان فعال، إيمان عامل، يعني ما هوش إيمان نظري ولا سلبي، في معرفة كل الصلاح الذي فيكم. الإيمان يخليك تعرف قد كده ربنا حاطط جواك صلاح، الروح القدس اللي فيك ده عاوزك تبقى قديس. كل ما تقرب من ربنا تعرف ربنا عاوز منك ايه، تعرف الصلاح اللي مستنيك قد ايه لأجل المسيح يسوع. لأن لنا فرحا كثيرا وتعزية بسبب محبتك. ده طار خالص، كلام مشجع قوي، قال له ده احنا فرحانين قوي بأخبارك دي. لأن أحشاء القديسين استراحت بك أيها الأخ، انت ريحت قلب القديسين كلهم. ده يؤمر بعد كده، خلي بالك هو حكيم أصلا، هو أصلا هيطلب طلب صعب فلازم يعمل له فرشة تمام، إنما هو بيحبه فعلا. لكن شوفوا التشجيع بلا حدود، ريحت قلب القديسين. طبعا نتمنى كلكم يتقال عليكم كده في يوم من الأيام وأنا معاكم، لما يتقال أحشاء القديسين استراحت بك، يا تقول لك ريحت قلب العدرة وريحت قلب ماري جرجس وريحت قلب ماري مرقص، طبعا ريحت قلب المسيح قبل الكل. فدي حاجة، دي كلمة غالية قوي. أيها الأخ، ده ابنه، خلي بالكم فيليمون ده تلميذه يعني مهما كان، إنما لا أيها الأخ. لذلك ندخل في المفيد بقى، وإن كان لي بالمسيح ثقة كثيرة أن آمرك بما يليق من أجل المحبة أطلب بالحري، إذ أنا إنسان هكذا نظير بولس الشيخ والآن أسير يسوع المسيح أيضا، أطلب إليك لأجل ابني أنسيموس. أولا تحس أن هو خايف يقول اسم أنسيموس، عمال يأجله، فبيقول له عشان خاطر المسيح وأنا هطلب أو هأمر. وأنا ما تنساش أن أنا بولس العجوز دلوقتي، ومش بس عجوز، ده أنا مسجون. ما تقول، عاوز تقول إيه؟ وقعت قلبنا. فمين الفكرة؟ إنما هو بحكمته بيستدر الأول قلبه، يقول له بص
ما تنساش أنا أبوك اللي شبت دلوقتي، أنا بولس الشيخ وكمان أسير المسيح، يعني أنا ظروفي دلوقتي غير أي ظروف، وأنا بطلب إليك، بطلب إنما ليا في المسيح ثقة إنك مش هتكسفني، يعني فإيه اوعى تكسفني لحسن تبوظ ثقتي في المسيح، ما تضيعش الحاجة الحلوة. وبعدين بعد ما قال له أطلب، أو قبل ما يقول له أطلب، قال له آمرك بما يليق. وبعدين حسها كبيرة آمرك دي، فقال له طب أطلب إليك. هو ليه قدر يؤمر كأب روح؟ إنما بصراحة هو بيطلب طلب مش حقه، هو سيده وحر فيه، فقال أأمرك وإنما أطلب إليك، يعني حط الاتنين. ومن أجل المحبة، عشان خاطر المحبة، بيفكروا بقى بالمبادئ المسيحية. إذ أنا بولس هكذا نظير بولس الشيخ والآن أسير يسوع المسيح أيضا، أطلب إليك لأجل، ما قالش أنسيموس، ها؟ قال إيه؟ ابني أنسيموس. مين اللي بيكتب؟ خلي بالكم عشان هو عاوز يطمن، اصلا ممكن ياخد الجواب يحطه في جيبه ما يطلعوش، انما لازم يطمن الكلام ينفع يوصل ولا ما ينفعش، فبيكتب عجبته طبعا ابني أنسيموس. ايوه كده. وفي نفس الوقت هتخلي فليمون يعني مقدرش خلاص ربطه، لان بولس بيقول ده ابني. مش بس كده، الذي ولدت في قيودي. ولدت في قيودي، يعني اتولد هنا، اتولد مش ولادة روحية يعني، وانا مسجون. طبعا ده غالي قوي، يعني بولس كان يعدي من بلد لبلد يولد له بتاع 100 بتاع 1000 في اسبوع اسبوعين ولود يعني، انما ده كان فضيله، واخدين بالكم، وقعد معاه فخد منه بقى شغل براحته وتلمذه بمزاج، وغالي لأن أنسيموس كشاب بقى يخدم على بولس، هتبان في بقية الكلام، يعني إيه بيشوف أحواله كمان، لأن ده بولس عجز، فده بقى ابنه فعلا، وتولد في ظروف قاسية جدا فبقى غالي قوي. الذي كان قبلا غير نافع لك ولكنه الآن نافع لك ولي. شوفوا الحكمة، قال له أنا عارف إن الولد ده ما كانش ينفع، عشان أنا عارف ده اللي أنت عاوز تقوله دلوقتي وأنت بتقرأ الرسالة، عاوز ترد عليا وتقول لي ده ما ينفعش، أنا بقول لك أنا عارف إنه ما ينفعش، إنما النهاردة ده ينفع لك قوي وينفع لي أنا كمان. وبعدين ولكنه الآن نافع لك وليد، الذي رددته. رددته يعني إيه؟ هديته، وممكن تبقى رجعته، يعني انا اللي مصير رجع لك، لانه كان ممكن ما يرجعش، ما كنتش هطوله، احنا في بلد تانية، احنا في روما، ما كانش مجبر انه يرجع لك. فما تنساش انه يكون واصل برجليه لغاية عندك، يعني ما تنساش دي، لانه كان سهل عليه يهرب. الذي رددته. طب ايه الطلب؟ ما قلتش لغاية دلوقتي الطلب. قال فاقبله، مش عاوز اكتر من كده، اقبله. الذي هو احشائي، يعني مش بس ابني، قال له ده حته مني، يعني حسك عينك تعمل حاجه. الذي كنت اشاء ان امسكه عندي، شوفوا بقى حكمه الراجل ده، كنت اشاء ان امسكه عندي لكي يخدمني عوضا عنك في قيود الانجيل، ولكن بدون رايك لم ارد ان افعل شيئا لكي لا يكون خيرك على كأنه على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار. يعني ايه؟ قال له بص انا كان ممكن اقعده جنبي حتى لما يطلع من السجن، ملوءة كان بيزور بولس كل يوم، دكتوره الخاص، فكان ممكن أنسيموس يخدم على بولس كزائر، انما قال له انا ما قدرتش اخليه جنبي لانه مش حقي، هو حقك انت، فانا رجعته لك عشان ما تبقاش مجبر انك تبعته لي، لما تبعته تبعته باختيارك، ما بقاش اضطريتك تقبل لانه عبدك. فاهمين الحكمة؟ هو طبعا ضمنيا بيقول له ايه؟ ابعته هرجعه لك ورجعه لي تاني،
بس يتمم توبته وتستقبله كويس وتكرمه وتجيبه لي تاني عشان تبقى انت بتعمل الخير بإرادتك مش غصب عنك. كنت أشاء أن أمسكه عندي، يعني ده ما بيأكد أنه نافع بولس لما يبقى ده بولس ده مرقص ما عجبوش في يوم من الأيام، فلما يقول له كان نفسي أخليه معايا معناه فعلا مفيد ونافع. لكي يخدمني عوضا عنك حطهم إيكوال، يعني بصراحة لو أنت موجود كنت أنت اللي هتسد، إنما هو بيسد مكانك، فاهمين الفكرة؟ يعني أنت وهو بالنسبة لي واحد، أنت ابني وهو ابني، أنت غالي وهو غالي، أنت خادم وهو خادم، كأنه بيهد فكرة السيد والعبد خالص، بيطلعها من دماغه. لأنه ربما لأجل هذا افترق عنك إلى ساعة لكي يكون لك إلى الأبد. حكمة جميلة أوي. عاوز يقول له بص انا عارف ان انت اتغصت واتقهرت لما عمل العمله وهرب، بس انا عاوز اقول لك حاجه، يمكن ربنا اراد ان الولد ده يبعد عنك عشان يبقى لك الى الابد. اظن ان فيها حته عتاب، كان عندك معرفش المسيح ليه عندك، سبته ليه يطلع من عندك حرامي، انما انا ما سبتوش يطلع حرامي، فهو افترق عنك عشان يعرف المسيح وبعدين يرجع لك. عاوز يقول له كله خير، اللي حصل خير، السرقة خير، وسجن أنسيموس كان خير، لأنه كان لازم يعرف المسيح بالطريقة دي لأنه ما عرفوش عندك، وهو هيرجع لك ويبقى لك إلى الأبد. إلى الأبد يعني اعمل حساب أن أنتوا هتبقوا زملاء في الأبدية، فاوعى تعمل حاجة غلط هنا، تعرفش تبص في وشه في السماء، هيكون معاك إلى الأبد، خلي بالك. لا كعبد، الله ده انت طلقت يعني زودتها بقى، مش اقباله بقى، قال له اه اقباله بس لا كعبد، يعني مش كعبد انيمور، يعني لا بقى فيما بعد، بل افضل من عبد، اخا محبوبا، ولا سيما الي فكان بالحري اليك. يعني ان كنت انا بعامله كاخ في المسيح، انت يا ابني مش هتعامله كأخ في المسيح، ده انت أقرب لي مني بحكم العشرة. فبيقول له ولا سيما إلي فكم بالحري إليك في الجسد والرب جميعا. في الجسد هنا يعني بحكم العشرة، انت معشره سنين، انا عشرته كم شهر، ده اخوك قبل ما يبقى اخويا، ان كنت انا بعامله كأخ اوعى تعامله غير كده. فان كنت تحسبني شريكا فاقبله نظيري. لو انت معتبرني شريك، طبعا فيليمون يقول لا لا سمح الله ده انت ابويا، شريك ده ايه؟ قال له بس حتى لو اعتبرتني شريك اعتبره زيه بالظبط، احسبه نظيري. قال قبلها ابني، وقال احشائي، وقال اخ، ودلوقتي بيقول نظيري، يعني زي ما هتعاملني عامله. ثم إن كان قد ظلمك بشيء، دخلنا في الحتة الحساسة بقى، ما هو سارق وطبعا الفلوس راحت. إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين فاحسب ذلك علي. أكيد فيليمون ضحك ساعتها أو ابتسم، ليه؟ يعني أنا بنبعت لك عيش وحلاوة، احسب ذلك علي ده إيه؟ أو كلام سهل، لأنه في نفس الوقت بعت لفيليب يقول خسرت كل الأشياء وكان الناس عارفة كده، إنما هو قد كلامه. شوفوا الحركة اللي جاية دي، قال له بص لو ظلمك أو سرقك احسبها عليا. خد الألم هنا، قال له أنسيموس اديني الألم، أنت واقف فين؟ ما هو مش شايف كويس. قال له في الحتة دي، فقال أنا بولس كتبت بيدي، أنا أوفي. خد كمل، فاهمين عمل ايه؟ مضى على بياض، مضى باسمه وقال له عشان ما يفتكرش ان الكلام كلام، اديني بمضي اهو، انا مستعد اسدد اي مديونية عليك. طبعا انسيموس قلبه وقع لما شاف الحب ده بقى، يعني شاف اب ما شافوش قبل كده،
واحد مستعد يوفي عنه وهو مش عارف هيدفع منين، انما حب بقى بجد. فقال له انا كتبت بيدي انا بولس انا اوفي. طبعا بما انه ما عندوش اي حساب وبولس حكيم جدا، فقام عمل حركة تاني قال له ايه؟ حتى لا اقول لك انك مديون لي بنفسك ايضا. فهمتوا؟ ما سابهاش تعدي. قال له ماشي على قد كده كله تمام وانا ادفع. بس انا افكرك بحاجة واحدة بس، ان انت مديون لي بعمرك، انا هدفع، بس لو هنتفاهم وهنتحاسب شوف انت هتدفع كام. مديون لي بنفسك يعني ايه؟ يعني ابديته كلها كانت من خلال بولس، مش كده؟ ففعلا فيليمون مديون لبولس بعمره. فقال له يعني انا بسدد، بس بقى ايه يعني لو هتطالب افتكر الحته دي. طبعا لا يمكن يطالب ده ايه. نعم ايها الاخ يعني انت فاهم بقى خلاص، يعني انا يعني مش ليكن لي فرح بك في الرب. فرحني بيك لما تعمل الصح هتفرحني، لما تعمل اللي انا نفسي فيه هتفرحني، لما تقبل اخوك التائب هتفرحني، لان السماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب. فقال له فرحني في ربنا، ليكن لي فرح بك في الرب، ارح احشائي. يا دي كلمه ما تقولهاش غير الامهات، يعني ريح قلبي عاوز اطمن على انسيموس ابني، وصل لك بالسلامه وقبلته وكرمته وحطيته في عينك. ارح احشائي في الرب اذ انا واثق باطاعتك. انا متاكد انك تسمع الكلام. كتبت اليك عالما انك تفعل ايضا اكثر مما اقول. قال له انا متاكد انك تعمل اكثر من اللي انا بقوله. ده لو ادراعته الاثنين يعني ما سابلوش حاجه يتحرك. هو عاوز يامن ابنه بكل الطرق. بعد كده يقول ايه؟ ومع هذا، مع كل الاحتياطات دي، اعدد لي ايضا منزلا لاني ارجو اني بصلواتكم ساوهب لكم. هو بيكتب من السجن. فقال له ايه كمان؟ اعمل في حسابك انا جاي. خلينا نشوف عملت ايه في الولد. فاهمين ازاي؟ هيفتش مع كل الذوق والرقة دي. قال له خلي بالك كمان حضر لي بيت، اوضة يعني، عشان انا جاي. يبدو انه كان بيبات عند فليمون وقت الرسائل واللف يعني. قال له حضر لي الأوضة عشان أنا جاي. جاي ده إيه؟ ده أنت مستني تتحكم قدام نيرون. عشان كده بعض الآباء اعتقدوا بسبب أنسيموس فيليمون ربنا طول في عمر بولس. لما قال ألزم من أجلكم كان في باله الولد ده، عاوز يطمن على هذا العبد الهارب، هل كملت توبته؟ هل سيده قبله؟ هل لسه عايش في المسيح ولا باعه؟ فكان عاوز يطلع من السجن بس عشان يطمن على الولد. فعشان كده قال في فيليبي انا اعلم اني ابقى لاني الزم من اجلكم. ليه لزوم؟ ايه لزومك؟ طلع انه لازم يروح عند فيليمون يطمن انسيموس مبسوط ولا لا. شوفوا الابوه بقى حاجه مش عاديه. قال له لاني ارجو اني بصلواتكم ساوهب لكم. يسلم عليك أبفراس المقصور معي، هذه زنزانة هنا، ومرقس وأرسترخس وديماس ولوقا العاملون معي. هو حط أبفراس؟ لا، ده زنزانة. وكان في الأول قال أنه كان معاه تيموساوس، دول زنازين، دول مساجين. إنما الباقيين زوار بيجوا السجن يخدموا على أبوهم بولس، فبيقول له مرقس وأرسترخس وديماس. هنا مرقس كان بيخدم على بولس، يعني راح له يزوره في السجن عشان يتعلم منه قبل ما يروح السماء. فمرقس التلمز على بولس زي ما التلمز على بطرس. ولوقا اللي كتب سفر الأعمال، كلهم بيشتغلوا معايا، كل دول بيسلموا عليك. فهمتوها ولا لا؟ بيسلموا عليك يعني اعمل في حسابك. كلهم عاوزين يشوفوا هتعمل ايه مع الولد. يعني مش انا بس اللي بطلب،
مرقص صاحبك وارسترخس وديماس ولوقا وابفراس وتيموساوس، يعني عارفين اللي في الجواب. فهنا زنقوا زنقه تاني، انك عشان يبقى شكلك حلو قدام اخواتك. نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم. إلى فيليمون، كتبت من روما على يد أنسيموس الخادم. أجمل ما في القصة أن بعد رحيل بولس الرسول، فيليمون بقى أسقف وأنسيموس بقى أسقف، الاثنين بقى أسقف بسبب هذا الأب. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد آمين.